تقلع أيه. ولدي انا ماشي لاوروبا ماشي شي 6 سنين هادي باش ماشي، ملي مشى هادي 6 سنين باش مشى، مشى لفرنسا ضربوه وقتلوه، قتلوه في قنطره ولاحوه في واد، ودركا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن على الله يشوفوا فيا ويحنوا فيا، لا ساعدوني نجيب ولدي. قالوا لي تيتحكموا هذوك اللي قاتلين وعاد نصيفطوا لك ولدك. دركا كنطلب من الله ومن القنصليه ديال المغرب تساعدني كما ساعدتني فرنسا، فرنسا ساعدتني الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم، والمغاربه ديون اللي يساعدوني تما الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. انا بغيت نحضر لولدي تيدفن، وانا بغيت نحضر لولدي تيدفن. قالوا لي غادي ندفنوه، ملي قلت لهم ولدي نجيبوه للمغرب قالوا لي غادي ندفنوه الساعه اللي غادي يتحكموا دوك اللي قتلوه انا غنصيفطوه للمغرب، الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. والمغاربه ديالنا تا هما اللي ساعدوني الله يخلف عليهم ويكثر خيرهم. وكنطلب من الله ومن جلاله الملك يشوفوا فيا ويحنوا فيا القنصليه تاعت هنا تحت المغرب ديالنا باش ندير الفيزا ونمشي نحضر لولدي تيدفن. راني تقرحت على ولدي، راني تشويت على ولدي، راني اليوم نتسنى غادي يجي، راه غدا كنتسنى غادي يجي، راني الناس باتنا عسى وانا نبات نبكي في حق ولدي، كنقول ما حضرش لولدي كنازته وما شتوش. دركا ساعدوني فرنسا قالوا لي جي حضري الكنازه تاع الدفن، ومن بعد ومن بعد غادي من ملي غيتحكموا هذوك اللي قتلوا ولدك غادي نصيفطوا للمغرب يدفن في المغرب. الخوت انا مزوقه فيكم ساعدوني، المغاربه ديالنا ساعدوني في القنصليه ديال المغرب باش نمشي. راه فرنسا ساعدتني، راه فرنسا ساعدتني وباش ندير الفيزا ونمشي نشوف نحضر لولدي لدفينه. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. شوفوا في على وجه الله نشوف جنازة ولدي، راني مشويه ومحروقه على ولدي، ما قلت وما شتوش 7 سنين ولا 6 سنين ما شتوش. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. انا كنطلب الله من جلاله الملك يوقفوا معايا المغاربه ديالنا، الله يجازيهم بخير، الله يرحم لهم الوالدين. انا خويا في عمره 29 عام، هذا الاوروبا خويا، هذا الاوروبا في 2014 في ذاك المشي ديال تركيا، في مشاو دري هذيك الحرقه، مشى خويا مده 8 سنين وهو مريح تما في فرنسا. ايش 6 سنين؟ 6 سنين وهو مريح. ماشي انا خويا تلقاو ليه فرنسي، تلقاو ليه فرنسيين فواحد في المدينه ديال ليو، ليو في واحد المدينه كيقولها سوق العرب. تلقاو لي فوق قنطرة، شدوه موس قتلوه ضربوه الكلوة، ضربوه الكلوة خويا ويلوحوه في الواد. فين ضربوهم؟ حنا ما شنا. قالوا لينا شنو قالوا لينا خويا شنو كيعاودوا لينا؟ ضربوا الكلوة ولاحوه في الواد، فلاحوا الواد هذيك الليلة وقعت المشكل، شدوا جوج فرنسيين، شدوا جوج فرنسيين قاتلينو، فين قتلوه خويا؟ دابا راه شادين ذوك الجوج، دابا راه شهرين، شهرين وعشر أيام، خويا مات في شهر 6 في 13 مار 12. باش تشوف هذا الشهر 6 اللي داز ديال 2021، وانا كنطلب من جلاله الملك ياخذ لنا حقنا. اش اللي كنطلب؟ غايوقفوا معانا، غايوقفوا معانا، غايوقفوا معانا في القنصليه، حنا ما باغيين والو، حنا فرنسا راه مساعدانا باي حاجه، بالفيزا، بالطياره، بالوطيل، الله يرحم لهم الوالدين، حنا خاصو يساعدونا المغاربه. يساعدونا في القنصليه. انا خويا واحد الدري صاحبه هو اللي جاب لنا الخبار، كيسكن حدانا هو اللي جاب لنا الخبار. هو ساكن معاه تما. هو ساكن معاه تما، ونهار اللي دير البوليس جاو يسولوا، هذه التصويره ديال ولدي وجاو يسولوا. ملي جاو يسولوا البوليس قال جاو البوليس جاو يسولوا في ديك الدار اللي كان ساكن فيها ولدي. ملي جاو يسولوا الدري اللي ساكن مع ولدي قال لي البوليس قال لي هذه التصويره عرفتيها؟ قال لي عرفتها. قال لي راه واحد الولد ساكن معايا. قال لي اش كيجيك؟ قال لي ودي معانا في المغرب، معانا في الدرب. دري ملي سمع ملي شاف التصويره عيط ليا كيبكي، قال لي ولدك راه الله يرحمه راه مات، راه قتلوه. هذا الشيء ما كان. لقيت السيده لقيتها واقفه في الباب عيطت ليا، قالت لي انت فين كاينه؟ قلت انا في السوق، هزه طير ديال الدجاج ومقديه الخضره وجيه. تا قالت لي زيدي راني واقفه عند بابك. ملي لحقت عند الباب لحقت للزنقه، نصيب الزنقه عامره بنادم. قالوا لي ولدك راه قتلوه راه مات. صافي هذيك النهار عطيت النهار وبكيت، جدبت ندبت، والحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، ما عندي ما ندير. طلبت المغاربه وطلبت مالين فرنسا ساعدوني في كل حاجه، ساعدوني فرنسا، ساعدوني، ساعدوني الجمعيه تاع فرنسا، ساعدوني باش ندخل لفرنسا نحضر ولدي لجنازته.
ساعدوني بكل من هي حاجه ساعدوني فيها مالين فرنسا. ودرك كنطلب اللهم المغاربه ديالنا من المغاربه ديالنا كنطلب الله اللي في القنصور يساعدوني، وكنطلب اللهم من جلاله الملك يطلبهم على يساعدوني باش نحضر لولدي الكناسو تيدفن.